الله يكرمك الله يكرمك ولا في العبيتي ما بدي اشتغل ساعة ثلج ثلجت الله يكرمك ما في كيف ماشي يا كبير يعطيكم عافية. انا اليوم حابب روح وزع 10 حصص بس لشوفريت التاكسي اللي انا كنت شوفير تاكسي يوم للايام وكنت اشتغل وبحاسب شوفير التاكسي. احضروا الفيديو للاخر واعملوا شير ولايك دعم للشوفريت التاكسي للي نحنا ما عم نتركهم ولا نهار للي في ناس كثير ناسينهم انا بحبهم كثير وانا كنت مثلهم يوم الايام شوفير تاكسي وبحس بتعبهم. بحبكم كثير. حسن عبد الله. مرحبا يا عم، نحن بدنا ننزل نسلم عليك. صف على جنب. طيب ما انا شايل لك شيء مرتب كمان. صف يلا صف. يعني شفت الناس كيف يا سيد محمد؟ محمد ظل دغري مع اخي قلبك. يعني ما بدك يعني انا اوقف وسيادتك يعني شو؟ يعني اذا هلا كل العالم ناسين شوفيرية التاكسي، انا كنت شوفير تاكسي وبحس بشوفير التاكسي. انا كنت مثلك يا عم، كنت عبي تنكة بنزين روح اشتغل عبيها ب 30,000 وروح اشتغل ب 50,000. هيدا كان شوفير التاكسي وبعده لهلا نفس الشيء بتسوى. ماشي ماشي. شو يا عم؟ ايه معي سرطان براسي وايدي رايحه عشان ما بد ايدي. ايه بس اجي سياره عم يشتغل عليها. يعني لا حط دبر ادويته ما عندي لا اولاد ولا عندي. لاحق تافه من اللاحق على الطريق صيدا يا حبيب قلبي. انا لاحق على راسي. الله بعثني لعندك بدي افرح لك قلبك. انا الله تقبلها الفرحه منك. الله ايه تقبلها منك. انا بدي احط المايك طاوله هون وانا على راسي بدي احملها. يلا افتح لي ورا. عم بدي لك شيء. هول مش مني انا، هول من اخواتنا المغتربين. بس انا طبعا بحب انا يشوفونا نحن. مش انا بشتغل باخلاص، انا اخر همي وما بيعني لي هذا الموضوع. انا بيعني لي انتم. انا بهمني انه انا اوقف حدكم. هول مش من قيمتك. هو مش من قيمتك. الله يرجعهم بسلامه ولاهاليهم بخير وعافيه. هول مش من قيمتك. ونحن يعني نتشكركم حبيبي والله يبعد عنكم المرض بجاه الحبيب محمد. حبيبي الاكثريتهم اللي عم بيعملوا اعمال خيريه كمان في ناس كثير خيرين مثل الله انا. الله يخليك. بس هولي مش انا مش مني انا هولي عم. والله العظيم هولي من بلاد برا عم بيبعثوا ليساعدوا اخواتهم. لك الله يجيبهم بخير وسلامه لاهاليهم بجاه الحبيب محمد. الله يجبر خاطركم مثل ما جبرت لي خاطري. هلا موجوع صدقني ما كنت عم بشوف. هلا شو؟ هلا شو؟ هلا على الصيدلي راح اجيب دواء. راح اجيب دواء دوري. بدك شيء عايش شيء والله. خلص خلص والله. هالي بيقدم حبيبي انت. روح الله يطول بعمرك. بعمرك يا كبير. ممنونك تقبرنا. الله ما بيترك حدا يا حبيبي. الله يرضى عليكم. الله ما بيترك حدا. لك الله يرضى عليكم ويوفقكم. ميرسي لكم. ونحن برنامجنا هو كوميديا بس نحن عندنا برنامج ناس للناس لنوقف حد اخواتنا. الله يخليكم. وما رح نترك اخواتنا. الله يخليكم. ميرسي لكم. حبيب قلبي. ميرسي لكم. باي لك. طول عمرك. باي. يعطيكم الف عافيه. باي. مرحبا. لك مرحبا لا لا احلى شوفير تاكسي. قوم انزل قوم انزل لنتعرف عليك. شو قوم انزل لنتعرف عليك. حبيب قلبي انت. كيف صحتك؟ الحمد لله. ليك انا عاده ما بسال الشخص منين. انا حبيب انا طبعي هيك مزرعه. انا ما بسال
هيدا الاصول. انا ما بسال، وانا ما بسال شو دينه وشو مذهبه وشو مرضه، انا ما بسال فيه لهول. شو؟ ايه والله حق مان، انا ما بسال. بس انا بدي لك شيء، قول لي تقبرني. انا يعني لاني كنت شوفر تاكسي وبحس باللي بيشتغلوا بالتاكسي وبيشتغلوا من الصبح، شوف شو شاغلين من الصبح، ضبن 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 لك مرض بس صرف بنزين على الفاضي يعني شبه شحادة. الله يغنيني عنها هالشغله 30 سنه لي. بس انا بدي لك شيء، كرهتك. انا بدي لك شيء، الله ما بيترك حدا. نعم نعم، ايمانه بالله منيحك. نعم، الله ما بيترك حدا. الزكاة وقت اللي بينزل بمحله ماشي. هيدا من نعم انا ليك شو بدي منك شغله هلا، قول لي تقبرني يا حبيبي. انا بدي حملك هيدا المايك، بدي حملك هيدا هيك قد ما فيك تحمله. احد دولاب هيدا 250 الف شايفه ماشي، وبعده انت سويته والله اليوم قسما بالله. انا هلا رح اعطيك حق دولاب، وانا رح اجيب لك الكرتون اللي عندك على السياره. الله يكرمك، الله يكرمك. ولفل على بيتي ما بدي اشتغل، ساعه ثلج ثلجت. الله يكرمك، ما عم كيف ماشي يا كبير. انت هلا بهالوقت انا بدي اروح فيه على السياره. الله. انت شو بدك تقول للجمهور اللي عايشين برا وشو بتحب تحكي عن هون؟ بس ما بدنا نحكي سياسه. لا ما في سياسه، ما عندنا سياسه حبيبي. والله العظيم يعني الواحد بده يصبر بهالبلد، العيشه صعبه منها هيني اقسم بالله العظيم. الراكب بعشرين بوقفوا ركاب نسوان والله بخمسه وبسبعه وبثمانيه حاملين خضرياتهم بطلعهم لوجه الله، والله بستحي بقول حرام. شريت يا امي الخضريات ما ضل معي مصاري، ما ضل هيك بنشيلهم. يعني وصلنا لمرحله، وصلنا لمرحله اقسم بالله العظيم العيشه صعبه فيه. انا على راسي بحملها. الله يبارك فيك. انا على راسي بحملها. الله يكرمك. انا كل اللي بهمني مش بس انا ضلني مبسوط وعم بضحك وفي غيري عم بينام وزعلان. منيحك مش شفت الطاعة، بس الله يقويك على الطاعة. الله يقويك على الطاعة. شو بدك بالصندوق؟ الله يقويك على الطاعة. شفت العمل الخير اللي بيركض عليه الانسان؟ ماشي. الانسان عفوا 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 بلا انه بلا ايدين. شفته ليكو ماشي عليه، شوفه بدي ورجيك. انا شفته شفته، بدي ورجيك اياه ماشي عليه اقسم بالله العظيم. بارك الله فيهم. هول الدولابين صار مغير ثلاثة دولاب وثلاثة بالظبطين. أنا لحلك شيء، أنا بدي أقول لك إنه أنا ما فيي نام بالليل مبسوط وغيري نام زعلان. أنا شو بقدر أعمل لناس وإخواتنا وأهلنا وناسنا لحامل؟ هيدا حديث إنه بيعرف جاره جائع وهو نايم مرتاح. ماشي، وهو مش من قيمتك، هو لحق الدولاب. الله يبارك فيك. مش الحال هيك؟ يبارك فيك والله العظيم أقسم. بدك شيء غيره؟ فرشتني فرشة كبيرة ما أعرف كيف بدي أشكر. مش أنا اللي بيعطينهم، اللي بيعطينهم. مش أنا. وأنت عم تعرف تنزل الزكاة بمحله، إلك دور كبير أنت لأنك عم تتعب. يا والله. خليني أقول لك. والله العظيم. خليني أقول لك شيء. أنا قد ما فيي فرح إخواتي وأهلي وناسي، أنا ما بقصر إن شاء الله. بس أنا سائبت هيدا نهار لاني نويت انزل على الطريق وساعد اللي معهم تكاسي. الله، الله عم يبعث لي ناس اللي عن جد هن محتاجين. الله ربي، كانك عم بتنقي تنقيه اقسم بالله بمحله الزكاه. الله نعم حبيبي. الله بارك كتير. الله فيكم وبندعي لهم بالتوفيق، والله يكرمهم ويكتر من امثالهم حبيبي. نشكركم يا وادم والله العظيم. ما عم فيك تشكر. بدي اقوله قبل ما سكر. اتفضل. مني في بعض الناس بيكتبوا كومنت انه اللي بده يعمل عمل خير، لو ما انا صور العم كيف البرة بدهم يعرفوا اخواتهم متضايقين او مزعوجين بالنا انه نزل الزكاة بمحله؟ كيف؟ اذا انا احنا بدنا نحكي هذا الموضوع ايام النبي محمد، انتوا رح تقولوا لي انا رح احكي لكم ايام النبي محمد ما كان في فقير، وكان في فقير كانوا قاضين يساعدوا كل العالم وما كانوا يعوزوا حدا. بس بلبنان مين بيساعد مين؟ يعطيك العافية. بارك الله حبيبي انت، بدي لكم بالتوفيق حبيبي. الله يكرمكم. على راسي موفق. باي حبيبي، باي. انا بدي لك شغله، انا والله العظيم عم بحلف لك بالله، انا كنت شوفير تاكسي مثلك، انا بحس فيكم. انا تعذبت كتير لو وصلت لهون بفضل رب العالمين، بفضل الجمهور اللي عم يحضروني. ماشي يا حبيبي. انت قلت لي قصه، قلت لي شو صار معك؟ راحت معي ترمت البنزين يوم، اقسم بالله من امبارح عشية عم بركض شمال ويمين. اقسم بالله راح معي 500 الف كان بالبيت ما في غيرهم. افكي بحياه بطعم من الاربع. راحت اخذتهم عن تعول شو اسمه بيع القطع. افكي قلت له يا اخي قد ايه بدك مني؟ قال بدي منك مليون ليره. قلت له هيك هيك. قال ما مش هلا مليون ليره يا اخي. قلت له 500، قلت له بيمشي حالك، خليت بطاقه عندك لبكره كيف بمنهم كيف. قال بامرك خاطر حتى مشي ماشي الحال. اخذ البطاقه ضلت عنده الزلمه ماشي الحال، واعطاني هالترمبه ورحت عند الميكانسان اخذت الميكانسان، والميكانسان بعد بده مني 200 الف اجار ايده.
اقسم بعزة الله ما بزل عليك، هذا اللي صار معي. انا رح لك شيء، انا رح لك شيء، اللي حطيناه بالسياره هي قيمتها 500,000، هي بكل صراحه. طبعا. وانا بنشوف الضحك معنا، بنشوف الضحك معنا لاحلى خي الله يحفظكم ولاحلى اولاد الله يخليك ماشي خلي لك، ومش لحق بل انا اطفل على البيض الا انت اللي تكون مبسوط مني. طب اللي عمرك انا عم ساعد اخواتي، ما بقول لك الا الله يطول عمرك، وهول مش مني انا، هو من اخواتي المغتربين اللي هم موجودين برا. الله يحميهم مما كانوا يكونوا، الله يحميهم حق الحبيب محمد، هو من اخواتنا، دعوه من القلب ماشي، هو من اخواتنا اللي هم موجودين برا، الله يحميهم يا رب. انا في شخص قال لي اعمل معروف بس تشوف حدا ما تخليه زعلان، ما تخليه في العبيته زعلان. انا اليوم بدي افرح لك قلبك، انا اليوم حبيت فرح لك قلبك، انا هولي منه، هو منه 500,000 لحتى تروح وتجيب البطاقه، والحبيبي انت حبيبي والكرتونه بقيمه 500,000 طول عمره. طول بدي اقول لك شغله، انت شاب مثل القمر اسم الله عليك، الله ما تيأس، طالما في ناس خيرين وطالما في ناس عم يوقفوا معنا، شكر لله حبيبي يحميك كيف ما برمك، ما لا تعينوا للمغتربين والمغتربين والمغتربين الله يحميك، انا وسيط كيف ما برموا كيف ما راحوا، يا رب يا رب يا رب، من قلبي هالدعوه لكم موجهه لكم من القلب، من جوا من جوا، مني ومن اولادي انا، الله بدعي الله يحميكم كيف ما برمتوا كيف ما رحتوا، يرزقكم اكثر واكثر واكثر من نعيم، امين يا رب. حبيبي انت طول لي عمرك، طول لي عمرك حبيبي انت، طول لي عمرك، الله يحميك يا رب. باي. يعني نحن عم نقول مين 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 اللي حيجي نصيبه، واقفين هون عم فتش شمال ويمين يطلعوا ونزلوا، جيت انت، الله اكبر يا كبير حبيبي. ليك نحن بتعرف برنامجنا ناس للناس، انا كنت شوفير تاكسي يوم للايام يعني، وبحس بشوفريه التاكسي 100%. انت مجوز؟ اكيد. شو عندك عائله؟ بنتين وصبي لله، الله يخلي لك يوم حبيبي العالم. ليك انا بكل صراحه بحس بشوفريه التاكسي انه شو ما اشتغلوا بنهار يا دوب يطلعوا 100,000، صح كلامي ولا؟ 100%، هذا رزق من عند رب العالمين. انا عم بحكي عن تانك بنزين، عن بنزين. ايه اكيد ماشي اكيد. انا شايل لك غرض معي بالسياره حبيبي، حبيبي شغل لنا روح انا وياك، هيدا هيدا الغرض مش من قيمتك يا حبيبي، هيدا الغرض منه من قيمتك، بس هذا الغرض يا كبير حلو هلا تاخده اليوم. ها يلا لنفتح السياره، تفضل هاي كرتونة لألك. شو يا كبير؟ يا حبيب القلب كلك زوج حبيبي أنت، حبيب القلب حبيبي، أنا بأمرك، خد كرتونة. أنا بعرفك بنهار اليوم قديش الواحد عن جد بيتعب، 100% صح؟ 100% قديش الإنسان بيتعب صح؟ انا حبيت وفي لك تعبك بهاي، بس هاي مش مني انا، هون من اخواتنا المغتربين برا. ايه حبيبي العالم، ايه كتر الله خيره ومأجورين ان شاء الله، وكل سنه انت بخير والله جزاهم الله الخير. حبيبي العالم، حبيبي العالم بعمرك يا كبير، السلام عليكم، يعطيك العافيه. مرحبا يا كبير، هلا هلا بالقائد. شو يا حبيبي؟ حبيبي ماشي الحال؟ شو بتشتغل حضرتك؟ انا شوفير تاكسي. اه شوفير تاكسي، عفوا انا ضيعت. انا بشتغل كل يوم، بسافر على فنزويلا والمانيا وعلى سويسرا، اسم الله شوفير تاكسي. الله وكيلك كله، بس عم نحطها على البنزين. هم زلنا نحطها بس عم نحطها نحن بس على البلد، نفتل بس على البنزين. نفتل بس تفتل 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 تاخذ بس على البنزين، وين في شغل؟ وين في شغل؟ حبيبي عجقات. ليك؟ وفيش بتلاقي لك 500,000 500 اكثر من بني ادمين صار. انت بتعرف انا شو بشتغل كنت؟ لا والله انا كنت اشتغل تاكسي، كان معي تاكسي. والله على راسي والله على راسي، هيدا شرف حبيب قلبي، هيدا شرف مش عيب، هيدا شرف. كل شيء شغل انا زبال شاغل حبيبي، انا هلا بشتغل، انا هلا بنزل الطريق كله وحط مقله واحد اعطيني مصاري، انا اشتغل يا شي. حبيبي انا اشتغلت زبال كمان، مزبوط، انا كنت شوارع نظف شوارع، انا الشغل منه عيب، عيب اللي بيعمل عيب، عيب اكيد، بس عيب تمد ايدك لواحد تقول له اعطيني. ماشي خلص رح نخلي لك شيء، لو ما لي نصيب شو بك ما شفتك. ماشي يا كبير، كيفك؟ ماشي الحال. اول شغله هاي للاولاد، ثاني شغله هاي كرتونه لألك، هاي للاولاد وهاي لألك. هاي كم ولد عندك؟ بنت وصاب لألك. طيب هاي اللي اعطيتك اياها لمين؟ لا لميس وعلي. اوكي وهي الكرتونه لمين؟ لا لك ولا مرتك؟ يا حبيب القلب الله
خدت الخير اكثر من امثالك. ان شاء الله تكون دولتنا مثل الشاب المعلم. خلص خلص معاش حالهم يكون في عير بالبلد. خذ يلا روح. هاي لمين الكرتونه؟ لإلي ولعائلتي. لم... لا لإلي ولمرتي يا حي. واللي اعطيتك اياه هون لمين؟ لا لاولادي. يلا حبيبي سلم سلم دايتك. بدي وزعك على السياره، معقول ما اروح وضعك؟ بس مش عارفك شرفنا شنو هذا. ايه والله بدي والله. بدي وضعك بس يا حبيبي. انت على بدي وضعك يا كبير علي. لو ما لي نصيب شوفك بس كرمال شوف الغضب اللي فيي مش اكثر. يا خيي وينك؟ خلاص رح نضل انا بفتح لك الباب على راسي. ها ماشي معلمه مشكور. لوين بدك تروح هلا؟ لوين؟ رايح على البيت. على البيت. بابا بدنا نشتغل اليوم، بدنا نروح نجيب لهم اغراض للاولاد ليقعدوا ينبسطوا فيهم اليوم الجمعه. اكيد ماشي اكيد. والله يعني هلا ان شاء الله هولي مش مني انا، هو من اخواتنا المغتربين اللي برا. والله شو بتحب توجه لهم؟ ماشي وعلى راسي انتوا، نحن بالخدمه. الله يرزقك. بس تطلبونا نحن موجودين على الله الارض. الله يرزقك. لمين يا خيي؟ نحن. ماشي الله يرزقك حبيبي. يا راسي يا عمرك يا كبير حبيبي. سلم دايما حبيبي.